اهلا بكم على السريع. كنت واجدوا في النهضه، هذه الحديقه ديال الالعاب اللي داروا حقه جديده. راه مصيبه، بغيتكم تجيو معايا وتشوفوا شنو واقع وتوقفوا على هاد الهراء، توقفوا على هاد المسؤولين، هاد الناس اللي مكلفين المراقبه وهاد المقاولين اشنو العبث اللي كيديروا. عموما الحديقه هي هادي، نبداو من الارضيه. دي عينك اوليدي وشوف شنو هذا، بغيت غير نعرف انا شنو هادشي هذا شنو. ها هو كيطير غير بوحدو. نمشيو ابعد وتشوفوا شنو واقع على مستوى المعدات اللي دايرين. معدات متهالكه، وانتم شوفوا هنا هي البالونات ديالها كاملين طايرين ومازال ما خدمتش حتى بزاف. يلاه تسلمت. شوفوا عاوتاني هنا انتم ها البالونات ديالهم. شتي حنا غادي نرجعوا البالون، كيرجع كيتحيد ويركب غير باليد. وكلشي كلشي كما كتشوفوا انتم هادي يلاه تسلمت انتم. شوف هي نايضه كامله من بلاصتها، ما يقدر حتى شي واحد يلعب فيها الى جانب طبيعه الحال. هادشي هذا اللي دار هنا راه بصراحه حشومه وعار. كون هادشي هذا كامل معدات ما كتحترم حتى شي معايير وكتشكل خطوره على الوليدات. ختاما المقاولين اللي دا شي فرانك اللي دا شي درهم من فلوس المغاربه كيخصو يجوستيفيه على ارض الواقع، بمعنى كيخصو يتشاف. الا كان هذا المشروع هذا بالملايين خصها تشاف على ارض الواقع. وانتم المسؤولين على المراقبه والتتبع واللي درتوا لا ريسبسيون، وفينكم فينكم فينكم؟ هادشي هذا بزاف وراكم عيقتوا.